السلام عليكم، مرحبا بكم، عدت لكم بحلقة جديدة من لعبتكم لعبات فورزا هورايزن 4. لاحظت أن هناك أهلام غريبة جدا في هذا المكان، تشبه تقريبا وجه المخلوقات الفضائية. لقد اختفت وذهبت للضفة الأخرى. حسنا، سأتجه نحوها. لا، لم تختفي، بل هي ظاهرة. ماذا تعني بالضبط هذه العلامات الخاصة بالمخلوقات الفضائية؟ أشاهدتم هذا الشيء أمام مني. 1/25 Alien Energy Cells. تلك الإنرجي سيز هي منتشرة في الخريطة. أعتقد يجب علي تدمير جميع تلك الإنرجي سيز وسنحصل على بريكس. تلك البريكس كالعادة سنستعملها يا إما في صنع سيارات جديدة يا إما في تكبير منزلنا. هناك سيل قريب جدا من المنزل. هي سأدمرها بسرعة. جيد، 2/25، يعني في المجموع هناك 25 سيل منتشرة حول خريطة ليجو فالي. فتحنا بعض من سباقات وكذلك بعض من تشامبيونشيبس. مشكلتها لا توجد عليها بريكس. تشامبيونشيب الوحيدة التي عليها بريكس هي هذه، اسمها الفالكن سبيدوي سبرانت. هناك كذلك سباقات في الفالكن سبيدوي لازلنا لم نفتحها، بعد سنحاول فتحها إن شاء الله في هذا المقطع. لاحظت مؤخرا أن الدعم على لعبات الفورزا هورايزن 4 بدأ يتلاشى شيئا فشيئا مع الأسف الشديد، وهذا أمر محزن. وهذه رسالة تقول: يجب عليك يا صديقي ياسين أن تتوقف عن لعب لعبة الفورزا هورايزن 4، لأنك تضيع وقتك فقط في التسجيل وكذلك تتعب في المونتاج. على الأقل المونتاج الخاص بالفورزا هورايزن 4 لا أتعب فيه كثيرا، ليس مثل المونتاج إذا لعبت فورتنايت أو جي تي أي 5. فكلكم يعرف تلك الألعاب تأخذ مني وقت طويل، خصوصا اذا لعبت الموضات في جي تي اي 5. الموضات تاخذ مني وقت لا يصدقون العقل. يعني اذا نشرت فيديو للموضات خاصا بجي تي اي 5، فمع الاسف لا استطيع نشر مقطعا اخر في نفس اليوم. فكلكم يعرف انني اشتغل لوحدي، اعمل المونتاج لوحدي، افعل الكثير من الامور لوحدي. وبما ان الدعم في لعبه الفورزا هورايزن 4 اقترب من ان يتلاشى، صراحه لم يعجبني الدعم. المقاطع لم تعد تستطيع الوصول ل 100,000 مشاهده عندما انشرها، ويمر يومان او ثلاثه ايام على المقطع اعود له فاكتشف بانه وصل فقط 70,000 مشاهدة. أفضل المقاطع من ناحية الدعم تصل فقط ل 80,000 مشاهدة، لم نعد نتعدى 100,000 مشاهدة، وهذا سيؤثر على القناة كثيرا. لهذا السبب عندما سأنهي ليجو فالي سأقوم بالسباق الكبير والأخير في خريطة فورزا هورايزن 4 العادية، وبعدها سننهي السلسلة النهائية. وها نحن فتحنا جميع سباقات في هذه المنطقة، وأغلب هذه السباقات فيها أيقونة ليجو، يعني أننا نستطيع الحصول على البريكس. وهناك سباق أثار انتباهي وهو سباق السرعة، هذا الذي سأشارك فيه الآن. اسمه سباق الفالكن سبيدوي دراج ستريب، ومن عداها سيارة سيستو إليمينتو. هذا السباق بما أنه سباق سريع جدا، أعتقد أني سأرفع السرعة من الإكسبرت للأمبيتيبول، وكذلك نغير الدامج تاير لكي نحصل على البونيس. 85 فريم من البونيس، سأفوز، يعني سأفوز. شاهد حتى ولو رفعت السرعة فإنني سأفوز، عندي أفضل سيارة، سيارة سيستو إليمينتو، لا يمكنكم منافستي. واو، صاحب سيارة الهونيغان فاز علي، كيف استطاع فعلها؟ سيارتي أسرع من سيارته. اللعبة عملت لها تيليبورتيشن، هذا شيء لا يعقل، لا يصدق. اللعبة عملت لها تيليبورتيشن، لا يمكن لسيارة الهونيغان أن تفوز على سيارة سيستو إليمينتو. لا أستبعد أن اللعبة قامت ببعض من التغييرات لسيارات المتنافسين. شاهدوا من ناحية الأكسيريشن أنا سريع جدا على الجميع. روفيس وو سأتجه عنده، لن أترك له المجال لكي يفوز. ابقى بالخلف مني يا روفيس وو. هجاتهم، سيارة سريعة جدا، لو لم أغير مساري أعدكم أنه كان سيفوز علي. واكتشفت الآن إذا رفعتم السرعة للحد الأقصى اللعبة ستعطي سيارتهم أفضل المحركات، لا من ناحية سبيد لا من ناحية الأكسيريشن، حتى ولو استعملتم أنتم أفضل سيارة من جميع النواحي. ونحو التشامبيونشيب القادمة نتجه. اسم هذه تشامبيونشيب الفالكن سبيدوي سبرانت. نحتاج فقط 150 بريكس لكي نستطيع بناء ذلك المنزل. علينا استعمال مرة أخرى هذه السيارات الكلاسيكية التي لا أحبها كثيرا. نكتشف أي سيارات أفضل. هذه هي الأفضل، قوتها في المجموع 689، وبالنسبة للأغلى هي هذه، اسمها الكورفيت زي آر 1. أفضل خيار هي هذه السيارة البنفسجية، سأختارها. أتمنى فقط ألا تكون من بين السيارات التي تحب التفحيط أثناء الدورات. إذا كانت من ذلك النوع فإن هذه التشامبيونشيب ستكون هي أصعب تشامبيونشيب سأشارك فيها. بداية السباق، هي أيتها السيارة، هي أرجوك. من ناحية الأكسيريشن لقد فحطت شيئا ما، عاد هذا لحد الآن. سنجربها في هذه الدورة أمامنا. شاهدوا، خفضت سرعة جيدا لكي لا تفحط. نعم، لم تفحط، لا بأس بها صراحة، لكنها لم تعجبني كثيرا. هذا السباق عبارة عن سباق بروغريس، يعني علي التقدم عليهم الآن. يا دورة عالمية، الأكسيريشن، يا سلام يا سلام يا سلام، بسرعة بسرعة بسرعة. واو، روفيس وو، سيارتك لا بأس بها يا صديقي روفيس وو. فولدرايزر في المركزي السابع، سأدورها بدون أن أخفض السرعة.
وسأكتشف. ثبت صراحة أعجبتني. نسيت علي أي شوائب لحد الآن. أكسيريشن ممتاز. سأكبر الدورة وسأتقدم عليهم. ابتعد يا جيج مونكي مغفل. لقد أوقفني. كنت سأصل الآن للمركز الثالث على الأقل. 35% من السباق. بسرعة بسرعة بسرعة. هذه الدورة صعبة شيئا ما. خفضت سرعتي. واه بالرغم من هذا لم أستطع تخفيضها بشكل الذي أردت. لورد أوفورد أرجوك انتظرني. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الأكسيريشن. واه هناك دورة عالمية جدا على اليمين رأيتها في الخريطة. سأحاول التقدم عليهم. لن أخفض سرعتي كثيرا في هذه الدورة لأنها دورة سهلة شيئا ما. هنا خفضت سرعتي شيئا ما. درتها يا حبيبي بطريقة تفحيط الاحترافية. وها نحن وصلنا للمركز الثاني. بقي لنا جيدي لوكي فقط. انتظرني جيدي لوكي أرجوك لا تهرب. علي تقدم عليه قبل 80% من السباق. إذا وصلنا 80% من السباق ولم أتقدم عليه سأخسر. يا سلام يا سلام. واو هذه سيارة خيالية من ناحية السرعة. أوه لا ضربت في ذلك التراكتر. هذا لا يعقل. عدت للمركز السابع. لا غلط كبير جدا فعلته. 80% من السباق الآن. لن يرحمني المتنافسون. هيا 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 هي. علي على الأقل تقدم. تقدم عليهم بسرعة بسرعة بسرعة. الأكسيريشن 90% من السباق. مشكل. سنخسر هاتي تشامبينشيب. واو المركز السادس. أعتقد بأنني سأخسر هاتي تشامبينشيب يا أصدقائي الأوفياء. وصلنا للنهاية. نعم 100% سأخسر هاتي تشامبينشيب. 8 نقاط فقط. جيدي لوكي 20 نقطة. تراكتر تسبب لي في خسارة السباق. وهل تعتقدون أننا سنخسر أصلا نتيجة تشامبينشيب؟ كعادة اللعبة ستضع ذلك الغبي الفائز في المركز الأول وسيصعب علي التقدم عليه. لكي أفوز علي عرقلة الفائز في السباق السابق لكي لا يفوز في هذا السباق الثاني ولكي يدخل على الأقل في المركز الرابع وليس حتى الثالث. هذا التحدي لن يكون سهلا أبدا. هيا انطلاقي أيتها السيارة أحسنتي. بسرعة بسرعة بسرعة. الأكسيريشن مشكلة هذه السيارة من ناحية الأكسيريشن هي ستأخر كثيرا. أوكي 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 أوكي. هناك دورة عالمية سأحاول التقدم عليهم. المكابح أحسنت. ممتاز شكرا لك يا صديقي جيج مونكي. فولدرايزر في المركز الثالث. أنا جاي جاي عندك يا فولدرايزر. أرجوك تنافسي بقوة. دمريهم دمريهم. فولدرايزر تريد مساعدتي لكي أفوز بهذه الشامبيونشيب؟ بطبيعة الحال لأن حبيبتي هي كذلك تحبني لكنها لا تريد إخباري بالأمر. تريد أن تترك الأمر سرا. أنا جاي 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 جاي. لا تقلق يا فولدرايزر فان سأدمره. أحسنت 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 أحسنت. أكسيريشن. هيا 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 أنا جاي عندك يا فان. فان ها ممتاز أعقته. هيا تعالوا تعالوا. أحسنت ريتشي تقدم. يا سلام الآن علي إعاقة ريتشي. هذا السباق عبارة عن سباق بروغريس. علي انتظار ريتشي حتى يحاول التقدم وبعدها سأعيقه. يا سلام أراد التقدم. الآن سأعيقه. يا سلام تحركي تحركي يا فولدرايزر مري. أنا الآن أتعارك مع ريتشي. أحسنتي ممتاز مرت فولدرايزر. ليتس جو بويز. أعقنا الفائز في السباق بالمركز الأول وأعقنا كذلك الثاني. اللورد أوفورد بالخف مني. أحسنتي يا فولدرايزر. أنا فولدرايزر حبيبتي سنسيطر نهائيا على هذا السباق. 43% منها تقريبا مرت. أرجوك يا فولدرايزر فقط انتظرني. سيارتي سريعة على فولدرايزر لا أريد أن أتركها. سأبقى بالخلف منها حتى آخر لحظة بعدها سأتقدم عليها. بسرعة بسرعة بسرعة. أحسنتي يا لورد أوفورد. املأ عليهم الطريق. لا تترك لهم الفرصة نهائيا. أحسنتي. ها فولدرايزر دمرت تلك الليغوس. 55% من السباق. يا سلام يا سلام. ليتس جو فولدرايزر. أنا وحبيبتي سندمر جميع المتنافسين. لورد أوفورد جاي لكني لن أترك له المجال لكي يمر ويفوت فولدرايزر. أحسنتي يا فولدرايزر. أحسنتي. لن أضرب فولدرايزر ببطء. ابتعد يا أيها الكلب. لورد أوفورد دافعاني دافعاني. لورد أوفورد الغبي مغفل. أنا علي الذهاب عند فولدرايزر. يا سلام يا سلام يا سلام. الأكسيريشن مرة أخرى. دافعاني لورد أوفورد. لا يريد مني أن أدخل في تشيك بوينت رغم عن أنفك لقد دخلت. 77% من السباق. جي إي تي بي لا أعلم هل دخل في المراكز المتأخرة أم في المتقدمة في السباق السابق. الشيء الذي أعلمه هو أن يجب علي التقدم عليه. ووصلنا للنهاية. شيء لا يصدق. ريتش الآن في المركز بالخلف مني. بسرعة بسرعة بسرعة. مع الأسف لا تعتقد أن سنفعلها. هيا 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 هيا. أكسيريشن. ذلك الغبي لو لم يصبني لدخلت في المركز الأول. مع الأسف
السباق الثاني دخلنا في المركز الثالث. أتمنى أن تكون مجريات التنقيط تغيرت على الأقل. عندي 22 نقطة، ريتشي لازال في المركز الأول ب 26، فولدي رايزر 25. برغم من أن جي إي تي بي دخل في المركز الثاني عندها فقط 17 نقطة. جميل جميل صراحة، أنا سعيد لأن جي إي تي بي دخل في المركز الثاني. إذا فزنا في السباق القادم سنفوز بهذه الشامبينشيب، لأن الفرق ما بينهم بين ريتشي فقط 4 نقاط. إذا فز في السباق سيكون الفرق ما بينهم بين المركز الثاني 5 نقاط. وبهذا سنقول مبروك علينا، عدنا للشامبينشيب. أحسنت يا فولدي رايزر، تصفيقات حارة عليك. لم تخذلني حبيبتي فولدي رايزر، كنت أود أن الفوز بذلك السباق. بما أنها فازت لا يهم الأمر، استراتيجيتنا نجحت. وصلنا لآخر سباق، لا مجال للخسارة الآن، يجب الفوز بهذا السباق لكي نفوز بالشامبينشيب. لا خيار ثانية لدينا، الفوز أو الخسارة، بداية التحدي. هيا دورات أم بروغريس، مرة أخرى بروغريس. هذه الشامبينشيب 3 سباقات فيها هي عبارة عن سباقات بروغريس. لاحظت التقدم، سيارتي سيئة في الأكسيريشن لهذا السبب اقترب مني ذلك الشخص، لكن عندما يمتلئ المحرك ويسخن المحرك فإن هذه السيارة تصبح لا تقهر. أحسن 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 أحسن، سيضغطون على المكابح، أنا لن أضغط عليها وسأتقدم عليهم بهذه الطريقة. هنا علي الضغط على المكابح رغم عن أنفي، لو لم أضغط على المكابح لفقدت السيطرة نهائيا. منافسة قوية جدا خصوصا من بين المراكز الأولى. تحرك تحرك تحرك. فولدي رايزر في هذه الأثناء ستنسى بأنني أنا هو حبيبها الجميل الرائع. ممتاز، دمرت فلوري سبوي، شكرا لك. فان ذهب، ها حتى ولو ذهبت يا فان سنلحق بك وسنمسك بك. جي اي تي بي يتنافس بقوة. جي اي تي بي ابتعدي أيها المغفل. فان أنا جاي عندك يا فان. ممتاز، خفض السرعة. يا سلام، جيدلوكي ذهب، كذلك اللورد أوفورد ذهب. وهذه هي لحظتنا، وهذا هو سباقنا لكي نخسره. بعدما تقدمت عليهم الآن لا يجب علي خسارة هذا السباق. إذا خسرته فإنني سأعتبر أكبر نو في التاريخ. نسبة الأخطاء لن تكون نهائيا. بالفعل أخطأت في الكثير من السباقات، لكن في هذا السباق بالضبط لن أخطأ. سأملأ عليهم الطريق، سأفعل كل ما في وسعي لكي أدمرهم. سيارتي سريعة، مشكلتها هي عندما أخفض السرعة يصعب علي العودة للسرعة التي كنت فيها. أما من ناحية الأكسيريشن يمكنها المنافسة بقوة خيالية. أحسنت يا إيش والسيارة، هذه الدورات لن تنفعني كثيرا ببساطة لأن الأكسيريشن عندي ضعيفة. يا سلام يا سلام، هي جدلك بالخلف مني. أتسأل الآن أين هي فولدي رايزر، لأنني لم أرى هذه من المراكز الأولى. هل انسحبت من هذا السباق أم أن اللعبة غيرتها باسم آخر وبغبي آخر؟ لا يهمني الأمر، ما يهمني هو التركيز في هذا السباق. دور عالمي، خفض السرعة قليلا فقط. الأكسيريش الآن هنا لن أخفض السرعة لأن الدور ليست بالصعبة كثيرا. هنا يجب تخفيض السرعة قليلا. دورة عالمية ضيقتها، ومبروك علينا الفوز. أخيرا سنفوز بهذه الشامبينشيب بعد معاناة طويلة. واو، خسرنا في السباق الأول، دخلت في المركز الثامن أو السابع لا أتذكر جيدا. السباق الثاني دخلت في المركز الثالث لكنني خدعتهم. جيدو لوكي هو الذي دخل في المركز الثاني عنده 16 نقطة، أنا عندي 20. والفائز بطبيعة الحال هو أنا، الفرق ما بيني وبين المركز الثاني 4 نقاط. مسكينة فولدي رايزر عندها 28 نقطة فقط. إعاقتي للمتنافسين في السباق الثاني هي التي تسببت بفوزي بهذه الشامبيون شيب. هناك تحدي السرعة، هذا سيعطونا بريكس إذا وصلت ل 180 ميل بر أور. لما لا نشارك فيه وندمرهم باستعمال سيارتنا الرائعة جدا وهي سيارة لامبو سيستو إليمنتو. هذا تحدي صعب لأن هناك الكثير من الدورات لكنني سأفعلها. أحسنت 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 أحسنت. يا الأكسيريش الآن ممتاز. 182 فعلته، 40 بريكس. Let's go boys. هم أرادوا مني الوصول ل 180 ميل بر أور، أنا وصلت ل 183. المهم هي الحصول على تلك الـ40 بريكس.